الناشطة في مجال حماية البيئة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2004 الكينية وانغاري ماتاي فارقت الحياة في أحد مستشفيات العاصمة نيروبي بعد صراع مع المرض. ماتاي هي باعثة منظمة الحزام الأخضر لحماية البيئة، وقد سبق لها أن كانت وزيرة للبيئة ناضلت بحملاتها ضد عمليات مسح الغابات التي انتهجتها الحكومة في بلادها في أواخر الثمانينات والتسعينات. وقد تنبهت ماتاي إلى الأضرار البيئية التي قد تنجم عن اقتلاع الأشجار، فساعدت منظمتها في زرع ما يزيد عن 40 مليون شجرة لحماية البيئة وتعزيز سبل العيش المستدامة. To plant trees for their own needs.